تتواصل ردود الأفعال الغاضبة والمندده بدخول القوات الغازية الأمريكية إلى أرض الوطن، فقد أعلنت قبائل مديرية عيال يزيد النفير العام لمواجهة الغزاة الأمريكيين محذرة من الاستمرار في خروقات الهدنة. أعلنت قبائل مديرية جبل عيال يزيد بمحافظة عمران النفير العام والاستعداد لخوض معركة التحرر والاستقلال لمواجهة التواجد الأمريكي في اليمن. تبدأ القبائل شددت على اليقظة والاستعداد التام، معلنة جهوزيتها العالية لقتال الغزاة الأمريكيين في أي شبر من أرض الوطن. أبناء قبائل جبل عيال يزيد، وأنتم اليوم تعلنونها للعالم أجمع باستمرارية ثباتكم وصمودكم، باستمرارية دعمكم ورفضكم للجبهات. أبناء قبائل جبل عيال يزيد، أنتم دائما السباقون في كل المواقف الوطنية. في هذه المناسبة العظيمة والتي تتواكب مع الاحتفالات بعيد الوحدة، عيد 22 مايو، والذي سيثبت الشعب اليمني أنه ضد الاعتداء، ضد العدوان الأمريكي وضد العدوان الإسرائيلي وضد العدوان أيضا العربي الخليجي. وأدعوكم جميعا إلى المشاركة في ميدان السبعين، صغارا وكبارا، مشايخ وعلماء. وهذا الحضور الطيب يثبت أن أبناء اليمن هم قوة وهم أهل عزة، وأن اليمن هي مقبرة لكل الغزاة مهما كانوا. كذا بيان اللقاء القبلي الموسع لأبناء قبائل عيال يزيد، رفض قبائل اليمن لتواجد القوات الأمريكية في جنوب اليمن تحت أي مسمى، مشددين على الوقوف صفا واحدا مع أبطال الجيش واللجان الشعبية في المواجهة، محذرين من مغبة الاستمرار في خروقات الهدنة. نعلن رفضنا الصريح والقاطع لأي تواجد للقوات الأمريكية والأجنبية في أرض اليمن تحت أي مسمى أو ذريعة. ثالثا، إننا ندعو كل الأحرار والشرفاء إلى الاستمرار في رفض جبهات القتال في الداخل لمواجهة الغزو الأمريكي ومرتزقته بالرجال والمال والقوافل والسلاح. أبناء مديرية جبل عيال يزيد اليوم يقفون هذه الوقفة الاحتجاجية ليرسلوا رسالة إلى العالم بأنها ترفض الاحتلال الأمريكي، وأي احتلال سواء أمريكي أو بريطاني أو سعودي، فإن بلادنا ستدحر الاحتلال. الشعب اليمني مع جيشه ولجانه الشعبية حاضر في ميادين النزال، وأيديهم قابضة على الزناد، منتظرين إشارة البدء لتجريع المحتل الأمريكي كؤوس المنية والنكال. لقناة اليمن من اليمن، وليد الوادعي، محافظة عمران.